مشاهدي قناة شوف تيفي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا من هنا من دوار الفقرة من ولاد حريز اللي كتبعد على برشيد بحوالي واحد نصف ساعة ديال الطريق في لابيس. جينا اليوم من بعد ما تلقينا مكالمة هاتفية من عند الأم ديال الضحية اللي قتلها الزوج ديالها هي والرضيعة، ومن بعد قتل الجار ديالو في منطقة بوسكورة. عرفنا حقائق صادمة كشفتها لنا الأم، قلبنا تقطع، بكينا مع الأم. الله يحسن العون، فقدات الإبنة ديالها الصغرى، خلات لها طفل عنده 15 سنة وخلات لها طفل عنده سنة ونصف، راه الآن كيتواجد بالخيرية. تابعوا معنا الروبورتاج اللي غتكتشفوا فيه تانتوما حقائق صادمة. الفقراء أكيد الناس ولاد حريز والساكنة ديال برشيد كيعرفوا هاد الدوار، دوار بعيد ما فيه لما لا ضوء. هاد السيدة الله يحسن العوان عايشة واحد الظروف صعبة. نخليكم مع الروبورتاج. وهي بنيتي ولادها مراو، وهي وليدي مريض وجنيبو دار، واش ندير ليه؟ وما قد يكتب وما قد يقرا وما قد يخدم وما قد يدير والو. وهي بنيتي، وهي بنيتي انا اش غادا ندير؟ يا بنيتي انا اش غادا نعمل؟ وعندي مراد جوج وعندي وهمي وانا قلت صحتي وعندي الفطر. وهي بنيتي، وهي بنيتي راه خداها. وهي بنيتي من عندي، وهي بنيتي راه اربع خمس سنين بعد خمس سنين راه ولدت بنك يا وليد. وهي بنيتي، وهي بنيتي في اللي قلت خلي رطب وحشوكا ولا حرش. وهي بنيتي، وهي بنيتي ما نصحبوش غادي يخرج داك الخرج. وهي بنيتي انا اش غادا ندير واش غادا نعمل؟ ولاد خالتي ملي كانت تخدم هدده تبركه، كانت خدامه في شركه ومعاوناني على خوته ومعاوناني على الهم وانا مريضه. وملي بركه بنيتي بقى يتمني لله الحق سبحانه. وهي بنيتي، وهي بنيتي وليده مريض باش دير لي ترويض، قال لي نقتلو نقتلو ولا ما قلت ولد نقتلو، قال نقتلو تا الوحده ديال الليل وخرجوا بات في الخلا مع الكلاب. وهي بنيتي، وهي بنيتي وكون ما جا هرب يقتلو تي. وهي بنيتي كون ما هرب عظيم وفين ما مشى عدا يخرجو مع الوحده ديال الليل، وبات في صندوق تاع الخضره والكلاب دايره بيه. وهي بنيتي، وهي بنيتي، وهي بنيتي، وهي بنيتي شواني. ومرة تخبي ومرة تقول لي، ومرة تقول لي، قال لها فين ما مشيتي نقتلك، فين ما مشيتي وخطري تا السما تحطي نقتلك نقتلك. قلت لك انت باغا تخدمي وباغا تعاوني خوتك، وانت باغا ديري شرع عيدك وباغا تكوني فلوسك، خاصك تبقاي حدي حد صحيح وما فيه تا حاجة. ها عينو فيها، عينو فيها، عينو فيها. ما العيالات جوجات اخرين مالو ما قتلهم، مالو ما قتلهم. وحده والد مع جوج وحده والد مع واحد، ودار جوج حي ما دنقيت مالو هذوك ما قتلهم. شا قتلهم بنت لعب بنتي ها وبنكتي ما وراوش لقى من نهار جا معاه وقام يقتل نفخت ما خلى باش ضربها بنكتي. لقاو ترايبي، ترايبي خشاف ثلاجة، خشاف ثلاجة حقه وجمدت مسكينة وماتت بنكتي، وماتت بنكتي. وقتلها الجمعة والسبت والحد وليل اثنين قتل جارو. جارو قال لي تعالى تعالى خويا الدريه باقي صغير عزري، تعالى هز معايا ثلاجة، تعالى هز معايا ثلاجة. ما يشك فيها دري صغير، ما يشك فيه، ما الله اعلم به، الله اعلم به. هاتي ملي قتل بنتي وغرقت بيه وتحبس، قال اش غادي ندير؟ نقتل الدري ونحطه وحده. ثلاث شهور
ثلاث شهور، هذاك ثلاث شهور ملي ولدت بنيته، مشيت عندها في النفاسه بنيتي وضرب وليدو، وضرب وليدو قلت له وليدي انت مالك علي؟ قال لي دخلي سوق راسي، ايه دخلي سوق راسي، عدو عامين وتسعسلو. ملي ضربو قلت له وليدي انت اش بغيتي عدو؟ قال لي دخلي سوق راسك ولا ربي ولادو كيف بغا. قلت له عاد عندك تساري تربي، تربي محطوطه لك. ما كانش نبغي نمشي عندها بنيتي، الهضره والمسخ والهضره الناقصه وعينو في المشاكل وصافي، وما تليش نحمل نمشي عدو. وانا ما عنديش صحه وفيا العصاب وما قاداش نتحمل، وما قاداش نتحمل هضرت. عيلته حتى واحد ما يبغيه، كان يبات في الخلاوات مجهول، كان يبات في الخلاوات. وتعرفت عليه بنيتي، تعرفت عليه، تعرفت عليه امو، كانت جارت اختي، كانت جارت اختي. هو قال كان يشوف، كان يشوف صغير يقرا، وبقى عاقل عليه، وبقى عاقل عليه بنيتي، وبقى تابعه ويبري وتابعه ويبري وتابعه ويبري تلقاه. قال دابا انا جوك جيب قربي كبير ولا تموتي صح. وفي اللي قلت خرطب وحشو يا محدوق ويحراش، ها يا بنيتي تيضر ما بينش لي، ها يا بنيتي وانت اش غادي ندير؟ قالت قال انا ولدت معاه وليت اش غندير؟ زادت زرفت ولدت بنيتي، ها يا بنيتي، ها يا بنيتي، ها يا بنيتي، وكتسحني في بنيتي وما عندي صحه وما عديش. وربي كريم كانت تعيط لي في التليفون، وتعيط وليدي عيط ليها، واخد سيمانه نعيطو ما جاوبنيش. امك مات مالها؟ ما صارت في هاد اللزمه، ما صارت باش دير فلوس ولا مالها؟ قال لي ما عرفت برك تيفوت هاد المرض. قالت له لا تلعبش مع الدراري ولا تخرج صوتي لا مغير. قلت لها بنيتي تنزي وليدك وبنيتك وتعيد. قالت لي راه ما بغيش، الاخر بديتو الخير، بديتو الخير. ها ويلا لبنيتي انا نقد، وانا راه فادي ندلها في كرفات، وما صايباش باش ندير، وما صايباش باش نعيش. وكنا قالوني على الولاد راه مكمد، راه قد مريض، مرض عقلي، هادي تشرب الضوء. وهو ما بغاش يتبع بنيتي، وهو ما بغاش يتبع، محرر على القال عيشه، ومحرر على القال عيشه، وعاد ربي كبيره وعريضه، وانا مضايقه بنيتي جنيب ودار ما عرفناش مناش. ملي بدا يكبر العصاب هذه ديال اللي دقتو مكمش، هذا ولدها، ولدها 15 عام وراه مسكين. وكانت المهم تعاوني وتعاونو، وتعاوني وتعاونو بنيتي، تكون في المهم نهار جي مع بوي بكي وخويا صغير. واش نقول لك بنيتي؟ نطالع ربي، نطالع ربي يا بنيتي، نطالع ربي، نطالع ربي. بغيتهم يعدموه، بغيتهم يعدموه يا بنيتي، بغيتهم يعدموه. كرفص لي على بنتي وما جاش تاع الكرفيص، وما جاش دار الكرفيص وهو بنيتي وهي الاخرى وعدت عليا. ويا ربي وشواني، يا ربي رانا تشويت في بنيتي، يا ربي انا تشويت في بنيتي وحفيدتها، يا ربي يا ربي وحفيدتي يا بنيتي، يا بنيتي يا بنيتي انا تشويت، يا بنيتي انا تشويت. انا تقادت لقى مع عمري وش ينسيني، ونحضي طريقو فين خديجه جاي ولا ما جايش، واش ندير واش نعمل؟ اش قال ليه هو؟ قال لي العيالات الفايتات كيسحروا لقى، كيطور على السحر ما يبقى بها لقى حد. قلت له يا مالها وتقولي وانا مالي؟ وقال لي راني ما تورع لقى السحر يولي تخربيق في راسي.